مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم من امعات. اتمنى لكم يا رب دايما الصحه وتكونوا في احسن حال ورمضان كريم على الجميع حبايب قلبي. طبعا معانا برنامج الصدمه 2022، دي بقى الحلقه ال 24. طبعا حلقه ال 24 كانت حلقه يعني مختلفه متنوعه كده، بصراحه كانت حلقه مثيره للجدل شويه عشان كان الموقف اللي حصل فيها النهارده، وان هو بنت كانت واقفه بتبيع ازاز ميه في الشارع وجي واحد متحرش قعد كده يتلزق فيها ويقعد يقول لها انت بتبيع المية بكام، طب انا عايز ازازة مية. وبعدين في الاخر هي بتدي له ازازة المية بتقول له هات الفلوس، راح ماسك ايديها قعدت بقى تقول له هو انت مفكر ايه، هو انت مفكر ان انا فكرني ايه عشان يعني واقفه ببيع ازاز ميه في الشارع، ابقى انا يعني ماليش حد او كده، حرام عليك التقلاه، ده انت راجل كبير يعني والكلام ده كله عيب، يعني ما ينفعش كل اللي انت بتعمله ده عيب ما ينفعش. فطبعا الراجل بقى والبنت طبعا كان صوتها عالي جدا، فطبعا الناس كان بصراحه رد فعلهم كان جميل جدا جدا، وقعدوا يقولوا يعني عيب عيب اللي انت بتعمله ده انت يعني راجل كبير وراجل عجوز، اعتبرها يا اخي قد بنتك، ما يصحش الكلام اللي انت بتعمله ده. فطبعا الراجل قاعد يقول هو انا عملت ايه، يعني انا ما عملتلاش حاجه. راحت طبعا البنت قاعده تقول لا ده مسك ايدي، ده راجل مش كويس، ده راجل مش محترم، ده مسك ايدي وكده. فطبعا بصراحه يعني الناس كانوا مزعلانين، ورد فعلهم كان برده في نفس الوقت حاسم ورد فعل قوي، وفي ناس طبعا ضربوا مسكوا الراجل العجوز ده ضربوه، قعدوا يقولوا عيب كده اعتبرها قد بنتك يعني. وطبعا قعدوا يقول الراجل العجوز قعد يقول لهم انا ما عملتلهاش حاجه، انا مالي ومالها، انا كنت جاي اشتري منها ازازه ميه. فقالوا له ما انت عندك اهو السوبر ماركتات كتير، ما انت ممكن تروح تشتري من اي سوبر ماركت من اللي حواليك دولت، اشمعنى البنت الغلبانه ديت يعني، حرام عليك سيبها تاكل عيش، سيبها كده في حالها. بعدين طبعا بقى قعد يقول لهم انا ما عملتش حاجه، وبالفعل في واحد مسك وضربه، قعد يقول له عيب اللي انت بتعمله ده، وفعلا مسك وضربه. طبعا كان في ناس كتيره واقفين بيتفرجوا بقى على الموقف يعني وكده، وبرده في ناس تانيين برده قالوا له عيب اللي انت ما ينصحش اللي انت بتعمله ده، ده بنتي يعني وما ينفعش كده. وده كان رد فعل الناس النهارده في الحلقه ال 24 برنامج الصدمه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده حبيب قلبي، ورمضان كريم.